تبذل وزارة الداخلية جهودا حثيثة لاستقبال المسافرين خلال فترة عيد الأضحى المبارك وعودة حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية والجوية للمملكة، حيث قامت إدارة جمارك المنافذ الجوية بمطار البحرين الدولي بتخصيص مسار خاص بعودة الحجاج، إضافة إلى زيادة عدد موظفي الجمارك بالمنفذ مع توفير فريق مساندة عند الحاجة بهدف تسهيل انسيابية خروج المسافرين والحجاج من قاعة الوصول لمطار البحرين الدولي. كما تم تشغيل جميع أجهزة الأشعة المعنية بتفتيش أمتعة المسافرين لتفادي حدوث أي تعطيل أو تأخير.